تحيه المسائيه، نحييكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الامام الحسين الفضائيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله. ونحن نتواصل دائما واياكم على الحب وعلى الود، وهذه اللقاءات المتكرره، هذه اللقاءات المتجدده والتي نجتمع بها بجوار سيدي ومولاي الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس سلام الله عليهما، حلقه جديده من حلقات برنامج الحسين رساله. كرام، حياكم الله مرة أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن نتواصل دائما وإياكم، وهذه اللقاءات المتكررة وبرنامج الحسين رسالة، هذا البرنامج اللي من خلاله نحاول نوجه أكثر من رسالة. هسه هاي الرسالة نبدأ عادة بالرسائل الإيجابية والتي هي حقيقة في بدايتها وفي المادة اللي تعرف في داخلها مدعاة للفرح، مدعاة لاكتشاف تفاصيل في حياتنا، تفاصيل بين أبنائنا ممن يجيد الفن الاختراع ومن يجيد فن إدامة هذه الحياة، لأن هذه الحياة تحتاج إلى فن خاص وتحتاج إلى فهم لفلسفة الحياة. يمكن بالحلقات السابقة عرضنا كثير من الفيديوهات، كثير من المقاطع، ويمكن آخر محطة كانت عندنا مع أحد أطبائنا اللي سخر جهوده وسخر إمكانياته وسخر كل ما عنده في سبيل خدمة الناس، وبالتالي تابعنا هذه المادة. اليوم عندنا مادة من نوع آخر، مادة من نوع خاص، مادة لشاب عراقي. وحقيقة أنا لما تابعت المواد اللي موجودة وتصور من قبل إخواننا وزملائنا في المحطات الفضائية الباقية، يعني هي مدعاة فرح لما تشوف أكو جد، أكو مثابرة، أكو تحدي لكل العراقيل اللي موجودة في هذه الحياة، تحدي لكل المشاكل، تحدي لكل الصعاب اللي إحنا اليوم نعيشها في بلدنا، بين أزمات سياسية، بين أزمات اقتصادية، بين مشاكل اجتماعية، بين تفاصيل أخرى تؤثر على حياتنا بشكل سلبي. لكن أكو نقطة ضوء، وهذه نقطة الضوء يجب أن تستغل استغلال صحيح، ويجب أن يلتفت لهذه المهارات، يجب أن يلتفت لهذه الطاقات، يجب أن تسخر هذه الطاقات في خدمة البلد. يعني كافي إحنا نبقى بلد مستورد لكل شيء. يعني اليوم إذا تدخل الأسواق العراقية من عود الشخاط، هاي إذا كانت أكو شخاطات بعدها موجودة، من الشكليتة إلى أكبر شيء موجود في الأسواق هو كله مستورد، في حين العراق في فترة من الفترات في زمن من الأزمنة كان من البلاد المصدرة بمجال الأدوية، بمجال المنتجات الكهربائية، بصناعات مختلفة، بالزراعة، بالصناعة، كثير من التفاصيل كنا بلد مصدر. لكن اليوم نحن نستورد كل شيء، حتى المي. يعني حتى هذا المي اللي الله سبحانه وتعالى من علينا بدجلة وبالفرات، احنا اليوم أصبحنا نستورد الماء. والمشكلة نستورد المي من بلدان أصلا ما بيها أنهار. حديث حقيقة شائك، حديث معقد، حديث يحتاج إلى تفاصيل، يحتاج إلى ناس يعني يهمها البلد ويهمها ما يعاني من هذا البلد. خلي أتابع المادة الأولى وأتابع هذا الابتكار العراقي وأشوف هذا الشاب العراقي بإمكانيات الذاتية، بإمكانيات البسيطة، شنو إيش قدر يصنع لنا، وهل تعاملنا معه بشكل جيد أم تركناه حاله حال كثير من الابتكارات وبراءات الاختراع اللي أنتجها العراقيين. خلينا نتابع هذا المقطع ونرجع نكمل معاكم موادنا في حلقة هذا اليوم. خرج من المدرسة وما مسجل حاليا بالأول، ابتدى بطلت ما كملت دراسة، بس أنا عد بهاي الزغري جتني فكرات كل شيء تجيني، عد سويت بداية هم ورا صغيرة، هم كونتها، هم جبت تيارات، وهم من كونتها من حديد، وهم شيء ما كله جهاز ريموت كهرباء على الريموت تشتغل به. جتني أول شوي فكرة
كبرت هذا الشخص الهامر كبيره، هم يوم يشتغل بها، يوم ياخذ العصر شويه صبحيه يكمل بها شويه شويه كملتها. الحمد لله مسحت هاي اللقاء وصارت عندي الهامر العمليه وجعتها، بس عدا انا امكانيه شويه تعبانه، الحاله تعبانه شويه وما قدرت اطورها بعد طولت هسه 17 على النص. شوف حاليا قال عد مالها ما كامل، هو بيها نقص هواي عندي، بيها نقص هواي بعد ما ادري والله. قاعد اشتري من صديقي هنا انا عد بليت واخذ من عده شوي شوي اسحب من عده بليت عد والله عندي شغلات. انا قلت لك هسه قضيت عدي صناعه وبعد كرين مال مثل مال العتبه العباسيه اي مال كاميرا هم بعد ما مكمل انا. اي والله شوي شوي عندي فكرات كلش عدي اتطور، بس الامكانيات شوي تعبانه ما اقدر بها. نعم صح، كل شيء اسوي، كل شيء اشتغل، كل شيء اشتغل هسه. مشاهدينا الكرام، تابعنا معاكم هذه يعني هذه المحطة المهمة، هذه المحطة اللي حقيقة اليوم يعني إذا عدنا غيرة وعدنا إنسانية وعدنا حمية وعدنا وطنية وعدنا هاي التفاصيل اللي سولفنا عنها في حلقة من الحلقات وقلنا ذني مو شعارات، يعني قضية الوطنية وقضية الغيرة والإنسانية مو شعارات وتكتب وتعلق، لا، القضية أكبر من ذلك. القضية تحتاج إلى يعني تحتاج إلى نهضة، إلى استنهاض في الهمم، استنهاض في يعني في تحفيز مسؤوليتنا تجاه وطننا. شاب عراقي حال كل الشباب العراقيين اللي اليوم مع شديد الأسف تقتلهم البطالة ويقتلهم العوز ويقتلهم الحرمان ويقتلهم الجهل، وبالتالي يضطرون إلى مغادرة هذه البلد و ننتحب عليهم عندما يموتون في البحر الهادئ ويموتون في البحر المتوسط. والآن أغلب شبابنا اليوم ونقولها بمرارة حقيقة يتسكعون في بلاد الغرب بدون أي يعني بدون أي واعز من الضمير الموجود الإنساني اللي موجود عندنا. لا السلطات اللي موجودة في الدولة ولا السلطات الباقية قدرت أنه تأمن لهم في الشيء لحياتهم. اليوم أخطر ما موجود في الكون أو أكثر ما ينهك الدولة اقتصاديا هي العملية العسكرية وعملية استيراد المعدات العسكرية، سواء كانت مدرعات، همرات، طائرات، تفاصيل أخرى، أسلحة باقية. هذا هو اللي ينهك اقتصاد البلد، في حين نلقي شباب اليوم هم يسارعون ويحسون. يعني هو الآن نعيم مثلا، نعيم وغير نعيم، ليش يعني جمع أدواته وبإمكاناته الذاتية وبفلوسه، هسه يمكن أنا متأكد من عنده، يمكن ما عنده لو تريد تجمع دخله الشهري ما يتجاوز 50-60-70 ألف دينار، لكن ذني كلهن صرفهن في سبيل يصنع هذه السيارة العسكرية، يصنع هذه الهمر. ليش؟ لأنه حس عنده إحساس بالمسؤولية تجاه وطنه، شاف البلد يتعرض إلى أزمة ويتعرض إلى هجمة، وبالتالي الحرب مو فقط دماء، يعني الحرب ما تحتاج فقط مقاتلين، مو بس ناس تحمل السلاح، لا، تحتاج إلى أهم من ذلك وهو السلاح. بالتالي بإمكانياته الذاتية بما يتمكن صنع هذه الهمر، وعنده أيضا أفكار وعنده طموحات وعنده أحلام، لكن هل تجد هذه الأحلام يد وطنية تأخذ به إلى بر الأمان وتوفر له فد ورشة صغيرة؟ اليوم هذه المليارات اللي تصرفها الدولة، أحد منهم لما شاف هذا التقرير اللي طلعته إحدى المحطاتنا الفضائية، وتحياتنا لكل زملائنا بمحطاتنا الفضائية، لما شاف هذه المادة يعني اهتز كيانه، مثل ما إحنا اليوم نطرح هذه المادة ونقول تعالوا مدوا إيد العون النعيم وغير نعيم من الشباب اللي باقين لا شغل ولا عمل، وعدهم ذهنيات وعدهم عقليات وبإمكانهم أن يطورون أخطر شيء على البلدان هي مسألة الحروب، ويطورون أسلحة الحروب. هذا الشيء ما موجود عندنا مع شديد الأسف. اليوم إحنا يعني وأقولها بمرارة، نحن شعب أو بلد يقتل طاقاته ويقتل أبناءه ويقتل مبدعينه. لا نهتمنا بفنان، لا نهتمنا برياضي، لا نهتمنا بعالم، لا نهتمنا بشاب
يبادر ببراءة اختراع وما أعرف يعني، يعني ما أعرف فلسفتنا بالحياة إحنا بهذا البلد وين نريد نوصل. أنا أتمنى أحد المختصين يجاوبنا يقول لنا إحنا بهذا البلد بالعراق وين رايحين. ما معقول البلد يهمل مبدعينه بهذا الشكل، ما معقول البلد يهمل طاقاته ويذبحها ويقتلها بهذا بهذا الصد وهذا الجفاء. يعني شبابنا يموتون يموتون ببيوتهم وعدهم هاي الطاقات وعدهم هاي الإمكانيات، وهذه الإمكانيات لو توفرت في دول أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد. بالتالي تحياتنا ورسالتنا الأولى إلى هذا الشاب العراقي، والرسالة أيضا إلى كل من عنده في ذاته ويملك ويحس بالمسؤولية ويملك شيء بسيط من الإيمان، من الوطنية، من الإنسانية، من الغيرة على هذا البلد، علي أنه وأناشد أصحاب رؤوس الأموال، إخوان خلوها القضية التجارية، افتحوا مصانع واستغلوا هاي الطاقات، افتحوا معامل واستغلوا ذول الشباب، أفضل من ما تبقى هذه أحلامهم موجودة في دواخلهم وماكو من يفتح لهم المجال لغرض تفجير طاقاتهم. فتحوا لهم المصانع، وفروا لهم المواد الأولية وبالتالي استفادوا من عدها، أفضل مما اليوم إحنا ما أعرف هسه ما أعرف بيش سعر الهمر مش قد تصرف عليها الدولة العراقية. خو هذه المصانع يعني بعض المعدات العسكرية نستوردها من دول عربية، نستورد الهمرات من 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 مصر. ليش مو إحنا شبابنا اليوم قادرين على صناعة هذه الأشياء؟ حديث طويل، حديث يأرغ حقيقة، وحديث بغصة، لكن إحنا اللي علينا نقوله إحنا كإعلام اليوم كسلطة رابعة نطرح هذه المادة ونخليها أمام أصحاب الضمير الحي، أمام أصحاب المسؤولية، نقول لهم هذه مسؤوليتكم تجاه بلدكم وعليكم أنه تلقون الحلول لغرض انتشال هؤلاء الشباب من الضياع، وعلى أقل تقدير رسم ما تستطيعون رسمه في حياتهم وفي مستقبلهم. هسه أروح إلى موضوع الآخر اللي هو من المواضيع المهمة، موضوع جدا خطر، موضوع يتعلق بحياتنا، موضوع يتعلق باستمرارية حياتنا، وموضوع إلى علاقة وإلى تماس مباشر بمجتمعاتنا وبنسق المجتمعات العربية وبنسق المجتمع العراقي، وخصوصا إحنا كناس ننتمي إلى مدرسة محمد وآل محمد عليه وعليهم أفضل التحية وأفضل السلام. موضوعة الطلاق، موضوعة الطلاق هذا الملف ملف من الملفات الشائكة، واللي يجب لما نفتح إذا أردنا فعلا نفتح هذا الملف نكون شجعان بمواجهة المشاكل اللي موجودة به. راح نتابع التقرير اللي تم إعداده من قبل زملائنا اللي معانا بالبرنامج، وبعد ذلك نرجع نتوسع بطرح هذه المشكلة وهذه الآفة وهذا الخطر الذي بدأ يهدد، لا مو يهدد بل بدأ بقتل هذه المجتمعات. خلينا نتابع التقرير ونرجع معاكم. لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع كبير جدا في عدد حالات الطلاق مما ينذر بكارثة اجتماعية، فما هي الأسباب وما هي الحلول؟ الطلاق في الحقيقة هو حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى الواردة في الشريعة الإسلامية والمذكور في القرآن الكريم وأحاديث النبي الأكرم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولذلك اليوم الطلاق هو باب من أبواب الفقه الإسلامي كما نجده في الرسائل العملية، ولكن هذا الطلاق جعله الله سبحانه وتعالى للحالات الاستثنائية جدا لحل يعني مشكلة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات أكبر من التفرقة بين الرجل وبين المرأة. اليوم وللأسف الشديد أصبح هذا الحكم الشرعي هو الحالة المنتشرة وليس هو الحالة الاستثنائية، وهذا في الحقيقة فيه أسباب كثيرة كثيرة جدا، من أهمها هو الابتعاد طبعا عن شريعة دين الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى وجود الهجمة الثقافية والفكرية الشرسة التي دخلت إلينا وإلى عوائلنا من الرجال والنساء والأطفال من الأبواب والشبابيك. هذا الإنترنت وهذا الفيسبوك يعني الرجل يستخدمه بشكل كبير بحيث يؤثر على واجباته تجاه عائلته، وكذلك المرأة في بعض الأحيان تستخدم هذا الشيء مما يؤثر على علاقتها مع زوجها.
النقطة المهمة التي أريد أن أذكرها وهي ما ذكرها القرآن الكريم، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فاليوم يوجد ظاهرة سيئة جدا، وهو أنه عندما تحدث الطلاق لابد من وجود المشاكل، تصل بعض الأحيان إلى الضرب والقتل، بينما الله سبحانه وتعالى يقول أنه لابد إما أن تمسكوهن بمعروف أو تفارقوهن بمعروف. يعني المفروض أن تتم عملية الطلاق بشكل لين وبشكل سهل بين الرجل والمرأة، ولا تحدث هذه المشاكل العشائرية ومشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح لأمتنا الإسلامية ولعوائلنا بالتكاتف والتضامن، وأن نحاول أن نبني عائلة إسلامية رصينة، وهو أهم ما يمكن أن يبنى. ما بني في الإسلام شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من التزويج. أخذت ظاهرة الطلاق تستشري بشكل غير مسبوق في المجتمع العراقي، وتعددت الأسباب التي يعزو المختصون بعضها إلى الحروب وقلة الوعي وضعف الحالة الاقتصادية أو الزواج المبكر، فضلا عن الهجرة القسرية وأزمة السكن، ومنهم من عزا إلى عامل اجتماعي ألا وهو تدخل الأهل في حياة الزوجين، إضافة إلى الغزو التكنولوجي لمجتمعاتنا وانتشار المسلسلات المدبلجة التي تطرح قرار الطلاق بشكل مقبول وأسباب أخرى. بالنسبة لحالات الطلاق وازدياد نسبتها في العراق، هي نقدر نعزها إلى عدة أسباب. هو أولا ضعف الحالة المعاشية، ثانيا قلة توفر السكن، أربعة عدم اهتمام وسائل الإعلام باعتباري أني تخصصي إعلام، عدم اهتمام الإعلام بهذا الجانب من خلال تثقيف العوائل وما هي أهمية تكوين الأسرة في مجتمعنا العراقي. لذلك نشاهد في الآونة الأخيرة، وخصوصا نؤكد على أحد الأسباب المهمة، هي الحروب التي مر بها العراق، أدت نسبة الطلاق نسبة غير طبيعية في المحاكم، وهذا من خلال الاستبيانات اللي أجروها الباحثين والمختصين في هذا المجال. لذلك أنا من خلال قناتكم الموقرة أوجه أن تلتفت الحكومة على توفير السكن، زيادة نسبة زيادة التثقيف من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروئة، أربعة يكون دور لرجال الدين من خلال المنابر على الاهتمام بالعائلة، اهتمام بالزوجة، توفير لها كل ما تحتاجه. طبعا ظاهرة الطلاق من الظواهر السلبية أكيد، ومن الظواهر اللي حتى الشرع الإسلامي اعتبرها من أبغض الحلال إلى الله جل وعلا، ولها أسباب كثيرة، لكن تزايدها في هذا الوقت وفي هذا الزمن خلي نقول لها أسباب خاصة بهذا الزمن، منها ضعف المعايير عند الاختيار الزوج أو الزوجة. يعني قد يكون المعايير المادية أخذت من الشباب والشابات قسم كبير من تفكيرهم، فهذه المعايير المادية بالنتيجة هي منتهية، فنجي إلى المعايير الجوهرية تكون ضعيفة عند شريك الحياة، فتؤدي إلى فشل الحياة الزوجية. هذه مسألة. المسألة الثانية الوعي اللي لابد أنه تتحلى به شاباتنا وشبابنا في التعامل مع الطرف الآخر، في التعامل مع الزوج، تعامل مع الزوجة، لابد يكون على مستوى عالي من الوعي ومن الإدراك حتى إن شاء الله العملية الزوجية والحياة الزوجية تستمر. انتشار حالات الطلاق له عدة عوامل وأسباب تختلف بين الرجال والنساء، إلا أن ذلك يستدعي تدخل الدولة والمجتمع للحد من ذلك الخطر. لبرنامج الحسين رسالة، مضر فارس، كربلاء المقدسة. أيضا المشاهدين الكرام، تابعنا هذا التقرير وتابعنا هذه المادة واستمعنا إلى المتحدثين في هذا التقرير. طبعا المشاكل اللي موجودة عندنا بالعراق كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن أكو مشكلة خطرة وأكو مشكلة خطورتها ربما أقل. إحنا أمام مأزق
وأمام حقيقة علينا أنه نعترف بها. طبعا أستاذ ضياء ذكر مسألة جدا مهمة هي عدم اهتمام وسائل الإعلام بهذا الجانب. اليوم إحنا خلي نعترف وأقولها بمرارة، إحنا كإعلام عراقي، محطات فضائية، إذاعات، يعني إعلام مقروء، يعني إعلام مقروء ومسموع ومرئي، أضف إلى ذلك مواقع التواصل الاجتماعي لم تنتبه إلى الجانب الاجتماعي أبداً، وهذه أقولها بمرارة، لأنه اليوم ركزنا كل شغلنا كل تفاصيلنا على وضعنا السياسي، وكأنما ما عدنا بالعراق غير بس طلائبنا السياسية، وهي طلائبنا السياسية هي اللي جرتنا إلى هذا الجانب. صراع الكتل، مشاكل الحكومة، مشاكل البرلمان، القتل، المعرف شنو، الميزانية، وهذه التفاصيل الباقية وتفاصيل الانتخابات هي اللي ذبتنا بهذه الدوام وخلتنا ما ننتبه. حقيقة سلبتنا، أخذتنا إلى خانة، إحنا قفلت علينا هذا الوضع وخلتنا بس قالت الحكومة وحكت الحكومة وحكى البرلمان ورد القرار الفلاني والحكومة اليوم يتسوت والحكومة والمشاريع ومطرت الدنيا وفضنا وانقطعت الكهرباء، ونسينا وأهملنا جانب مهم هو الجانب الاجتماعي. واليوم لو تسوي يعني لو تسوي إحصائية على البرامج الاجتماعية اللي تطرح في سبيل مو تطرح حتى يعني تتحدث بمثالية، لا، البرامج الاجتماعية اللي تقول أوقفوا هاي عندكم مشكلة هنا تعالوا حلوها ما موجود عندنا، وحتى إذا طرحت هذه المشكلة تطرح بشكل هامشي، ليش؟ عيب، خاف يسمعونا، عيب، خاف الآخر يسمع، وهذا هو الهروب، هذا هروب من الواقع. وبالتالي اليوم نفاجئ بإحصائيات مخيفة وإحصائيات خطرة. يعني مثلا بال2018 عندنا في مركز مدينة كربلاء المقدسة 1120 حالة طلاق فقط في مركز المدينة، يعني مو الأقضاء الأقضية والنواحي ما موجودة إحصائياتها، فقط في مركز المدينة، بس بمركز المدينة في محافظة واحدة بسنة واحدة 1120 حالة. طيب شقد راح يكون العدد لما يضاف إليها إحصائيات الأقضية وإحصائيات النواحي؟ إيش قد راح يطلع الرقم؟ راح يطلع رقم مرعب في سنة واحدة. هذا 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 يعمم إلى المحافظات العراقية الباقية. وشوف إيش قد الأرقام اللي موجودة عندنا. ولما تجي إلى الأعمار، لما تسأل الباحث الاجتماعي إيش قد الأعمار، يقول لك يتراوح الأعمار، يعني مثلا تلقيها عمرها 15 سنة 16 سنة مطلقة. 15 سنة مطلقة. شنو المشاكل؟ طبعا المشاكل هواي، ابرز يعني اكثر نسبه سجلتها هي مشاكل السكن. يعني احنا مثلا في مركز المدينه، يعني نتائج البحث الاجتماعي 160 حاله بسبب مشاكل السكن. راح اذكر الـ يعني ما اذكر كل التفاصيل، اذكر فقط الحالات العاليه. اعتماد الزوج على اهله بمعيشته، الخيانه الزوجيه بسبب الانترنت، الحالات السكر الشديد، وزواج القاصرات. زواج القاصرات رقم مرعب. أكو واحد من عندنا سأل نفسه وقال أو هل نعلم بهذا العدد؟ اليوم نعرف إحنا هذا العدد عندنا موجود، نعرف هذه الكارثة موجودة عندنا في بيوتنا. اليوم هذا الخطر منو يتحمله؟ لما نلقي حالة طلاق بعمر 15 سنة، طيب هذه البنت يعني هي عمرها 15 سنة، الزوج خلي يكون مثلا ايش قد عمره 18 19 20 سنه، ذولا ما عندهم اهل، ما عندهم اب، ماكو ام. اليوم الاب الام والاب شنو يعني شنو شغلهم بالبيت لما ينطون بيتهم بعمر 15 سنه؟ وزين شو وقت هي تزوجت حتى لحقت تطلق؟ يعني هي ام 15 سنه ام 16 سنه، شو وقت تزوجت؟ يعني زوجوها مثلا عمرها 10 سنوات؟ لا، أكيد وراء 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر أو ربما شهرين ثلاثة، ويعني كان هو العلاج الأخير هو الطلاق، العلاج الأول بالمناسبة لحل المشكلة، بينما هو المفروض العلاج الأخير، يعني آخر العلاج هو الكي، آخر ما لما نوصل إلى طريق مسدود نلتجئ إلى المحاكم ونحل المشكلة بقضية الطلاق. بإمكان كل أخوة الأخوات المساهمة والمشاركة معنا في حلقة هذا اليوم، حلقة هذا اليوم مو فقط لإثارة المشكلة، حتى نلقي الحلول، حتى نقول يا أولياء الأمور ديروا بالكم على أولادكم،
يا ناس يا عالم يا مجتمع عراقي، خلوا ببالكم عندكم خطر، عندكم قنبلة موقوتة موجودة في الغرف، قنبلة موقوتة موجودة في بيوتنا، على أي ساعة انفجر وإذا انفجرت هذه يعني ليش صور اليوم أو لن نصور أنه هاي المشكلة مثلا اللي يسمعنا أو يشاهدنا أو يسمع موضوعنا يقول والله أنا ما عندي يعني هذه المشكلة، ما عندي مثلا مطلقة في بيتي، لا، حتى إذا كانت ما موجودة في بيتك، إذا موجودة في جيرانك، إذا موجودة عند أقربائك، فبالتالي هذا الخطر ممكن أنه حريق. الحريق لما يشب في بيت وما يعالج راح يلتهم المنطقة بأكملها، فبالتالي هذه المشكلة اللي موجودة إذا كانت عندنا حتى يعني حتى لو كانت هذه الحالة هي في منطقة واحدة، فهذه الحالة ممكن أنه تتفاقم وبالتالي نجد تشابه إلها بالمناطق الباقية. مشاركاتكم في هذا البرنامج عن طريق جسور المحبة، جسور التواصل، وجسور الود، وجسور فتح المشكلة، ووضع النقاط على الحروف، ونقول هذا التقصير هنا. اللي يتحمل المسؤولية هو الأب، اللي يتحمل المسؤولية مثلا الأم، اللي يتحمل المسؤولية هو المجتمع، اللي عليه أنه يبني مجتمع مثقف يفهم فلسفة الزواج ويفهم هذا المشروع. مشروع الزواج هو مو مشروع اقتصادي. جسور المحبة ظاهرة في أسفل الشاشة، وأكمل موضوعي يعني وأرجع إلى هذه المسألة. اليوم هو مشروع، لما نقدم، لما يصير عندنا شاب وتصير عندنا شابة بالطرف الآخر، شون الحياة يعني كيف نثقف الأبناء على مسألة الحياة؟ شون نرسم قدامهم مثلا نقولهم يابا مشروع الزواج ترى هو مشروع مو مشروع اقتصادي، الغرض منه الأب حتى مثلا عند بنية ينطيها للشاب الفلاني حتى يحصل كم مليون. المشروع أهم من ذلك وأسمى من هذه المسألة. مشروع الزواج هو أسمى وأنبل، هو مو مشروع اقتصادي ولا مشروع مثل ما يتصور البعض أنه أنا أخذ لي مثلا موظفة وأقعد بجالها وهي تصرف علي، أو العكس صحيح، أو هي تأخذ لها موظف حتى يأمن متطلباتها، أو لا العشيرة الفلانية لأنه أنا أريد أقوي عزيمتي وأقوي شوكة أبنائي أخذ من العشيرة الفلانية، أو ربما هنالك يعني مشاريع في أذهان بعض الآباء ويسقط هذه الأفكار على فكر ابنه ويخليه يرتبط ارتباط غير صحيح، وتكون النتيجة هي هجمان البيوت، وتكون النتيجة هو الطلاق. هاي مسألة مهمة. المسألة الثانية، اليوم الآباء والأمهات، وأنا أتكلم مع كل أهلنا. أبو عباس من بغداد، خلي أخذ أول اتصال. أبو عباس حبيبي تفضل، إحنا على الهواء من بغداد الحبيبة. أبو عباس ألو. أبو عباس عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. وياك حبيبي. حبيبي تفضل. أبو عباس شارك؟ تفضل أخي. أنا من محافظة بغداد. شون؟ قاعد أنا من محافظة بغداد، قاعد صار عندنا حالات هسه حاليا. بلي قاعد صار عندنا حالات هسه عندنا مثل عندنا هسه أعرف بعض أصدقاء هنا. بلي قاعد الزوج شد ابنه. قاعد الزوج شد ابنه زين، عندنا نحتجزها يمه. الحين نطينا أنت هالكد مبلغ يلا زوجك ابنه، يعني عندنا حالة صارت الطلاق هنا بسبب المادة. بسبب المادة. ثاني شيء العمر صغير. بلي. يعني الجوز عمره هسه يعني 16 او 18. والزوج ثاني شيء يعني هم يعني عمره صغير، هذا عندنا مشكلة طبعا، مشكلة كبرى. بلي. يعني لا احد يقدر يسيطر على الاهل. صح. ولا الأم تقدر، يعني ترى الأهل الابنة هم لهم دافع قوي. أكيد. إذا ردوا البنت ما وغير يعني تحفظ أو ترجع رجلها التعاون وياه صروا وياه. بلي. هذا الشيء مو عندنا احنا هنا. الحل الأول والأخير الطلاق. هذا ليس هذا الشيء غلط. زين. أنا اللي أحكيك، أنا اللي أحكيك هسه. أنا هسه اللي أحكيك. بلي. يعني عندي لازم كل بيت يصير بيت أنا أستاذ مشكلة صغيرة. راحت الزنا لأهلها. الحل الأول والأخير طلاق. هذا الشيء ما يصير. هذا الشيء غلط. احنا نطلب من قناتكم الموقرة انه هم توعي العالم بهذا الشيء. هذا الشيء صار غلط. زين وين الحكم الإسلامي؟ وين الدين؟ وين التقوى؟ وين صار هذا الشيء كله؟ هذا الشيء ما يصير. يعني اليوم حتى إذا عليها غايب أو حاضر، يعني جامعة العام تطلب بالعالي أسعار جماعة 20 مليون و 25 مليون هذا الغايب. زين تعلم الشاب اللي ما يرتهم فقط يا الشاب. تعال طلق. حتى نطيل الفلوس حتى يأخذ 25 مليون و 20 مليون. والله عقليات مريضة هذه. بارك
بارك الله بك. هاي الحاله تصير عندنا وتصير هاي الحاله اكد لك اياها تصير بمحافظه واسط شان معانا اكبر من حالتين وثلاث استاذ العزيز بلي. يعني الشباب دفع كذا مبلغ يلا خذ اللي داير يريدها ومعاناه من كم سنه بلي. الثاني شارك هسه وتهجول ومن محافظه لمحافظه علي القاع قابض ولا ليش ما دافع 20 مليون ليش استاذ هالشباب من يجيب بلي. لهذا الشيء ما يصير. شكرا ابو عباس حبيب الغالي يعني تسعدني. شكرا مرحبا شكرا جزيلا لك ابو عباس. هذه يعني خلي نكمل اللي بداناه. يعني معقول اليوم اب او ام عندهم هذه وخلي اقولها هذه المفرده شويه يعني شويه ممكن ان تكون ثقيله على الاذن لكن لما نقول هذا في بعض الاحيان نحتاج الى السم كي نعالج حاله من الحالات. معقوله هاي النذاله موجوده عند بعض الاباء وبعض الامهات انه تصل بين النذاله الى هذه المساله انه يخلي مثلا الغائب مال البنيه 25 مليون او 20 مليون في باله وفي حساباته بعد يوم ثلاث ايام بعد شهر بعد شهرين يعني يحرك مشكله ويطلق البنت حتى ياخذ ال 25 مليون. معقوله اكو هيك عقليات عندنا؟ يعني معقوله هذا الفكر هذا مو فكر انساني هذا فكر اجرامي. اخذ اتصال اخر من كربلاء. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من وياي؟ هيثم من كربلاء. هيثم من كربلاء تفضل هيثم. العفو موضوعكم بخصوص الطلاق بلي. اي فالموضوع اكو مقترح يعني اذا تقدرون من قناتكم الوقره انه تطرحون هذا الموضوع موضوع الطلاق اللي السبب من أسبابه أنه ثقافة الزوجين بلي. فتدني هاي الثقافة يعني زين. لو من قناتكم الموقرة أنه صيفة دورات تثقيفية قبل الزواج حلو. حتى لو دورات سريعة حلو. فأنا أشوف هذا فقد مقترح يعني ممتاز. إذا يتقدم من قبل قناتكم الموقرة وجزاك الله خير. ممتاز شكرا جزيلا لك يا أيثم. شكرا حبيبي. وهو هذا المهم يعني اليوم قبل أن نباشر بمشروع التزويج يعني اليوم إحنا مثلا لما نريد نبني مدرسة أو نبلط شارع أو نقوم بإنشاء مصنع معين راح نسوي دراسة لهذا المشروع دراسة مستفيضة ونقاش وبالتالي نجي ننفذ. إحنا ليش لما نمر بهذا الموضوع ما عدنا يعني ما عدنا اليوم محطات تثقيفية لزواجنا سواء للشباب والبنات ونفهمهم يا بترى أنتم مو أدوات يعني ترى مثلا اليوم الزواج هو مشروع مستقبلي مو مشروع كسبي مشروع نفعي مو مشروع لفرض ارادات الاباء او الامهات مو مشروع انت تنطين بنتك او انت تنطي بنتك وبالتالي تريد الام هي اللي تصير متسلطه وتريد تفرض اراداتها على الحياه الزوجيه وبالتالي تتحول هذه الزوجة إلى ببغاء تقلد ما تريده منها أمها وبالتالي نهجم بيتها. أتمنى من يعني أتمنى الإعلام أنه كل محطاتنا الإعلامية يا ريت والله يعني أنا لما جيت إلى موضوع الطلاق وردت أطرح هذا الموضوع قلت هو موضوع اجتماعي يعني موضوع يعني ما أعتقد أنه ما عندنا حالات تستاهل أنه نسوي ثورة عليها لكن لما جيت للواقع و التقيت ببعض القضاة بعض الباحثين الاجتماعيين المحامين يعني سوالف ما نقدر نسولفها بالإعلام حقيقة تفاصيل مرعبة وكأنما احنا نعيش في مو مجتمعاتنا مو بالمجتمع العراقي احنا وكأنما ما نعيش بمجتمع إسلامي بمجتمع عنده عادات وعنده تقاليد وعنده أعراف عنده ضوابط وعنده أحكام يمشي بها كأنما احنا في مجتمع يعني بعض القصص حتى في مجتمعات لندن ما تلقيها واجزم واقسم على هذه المساله معقوله احنا معقوله هذا يعني اللي كان مثلا كان المجتمع العراقي يمكن بالسنه اذا تريد تحسب الحالات ما يوصلن الى 10 حالات طلاق في كل العراق اليوم عندنا الاف مؤلفه 4000 و5000 حاله بالسنه بمحافظه واحده او بمركز مدينه او بقضاء او بناحيه زين ذني هاي الناس اللي تتطلق يعني ذني البنات وين اهلهن وين ابهاتهن وين اهل وين الاب وين الام وين العم وين الباقيين المسؤولين عن هاي العائله انت لما تاخذها وتزجها بهذا المعترك وهي كل شيء ما تفتهم من عنده ورا شهرين ثلاثه طلقتها وخليتها ببيتك اي وبعدين وين راح توديها
هذا السؤال المفروض الأب ينسأل عليه، المفروض الأم تنسأل عليه. أنت لما تردين تحولين تفرضين إرادتك، يعني أنا أحد الأخوة المحامين سولف لي مسألة، يعني حالة من حالات الطلاق بسبب، يعني والله والله سبب أتفه من التافه. أم فشلت بحياتها الزوجية مع زوجها، وتوجهت ترسانتها ووجهت ضغطها وحكمها على زوج بتها، وأصبحت تفرض وتريد هي تصدى، تريد هي تقود العائلة، وبالتالي صار مصيرها الطلاق. أو بعض الآباء يتركون، والله شنو هم يحلون مشاكلهم. يعني أنا أسألكم بضميركم، معقول اليوم شاب عمره 17 سنة 18 سنة يترك هو لحل مشاكله؟ هو جيجايرة ما مدبرهن. مشكلة تصير عنده مع منشور، عنده منشور مثلا تعليق بالفيسبوك ما يعرف شلون يتلافى، معقولة هذا يقدر يحل مشكلة زوجية؟ أو العكس صحيح، أو هي مثلا هذه اللي عمرها 16 سنة وعمرها 14 و15 هي عندها الذاتيات، عندها الإمكانيات الذاتية حتى تفهم فلسفة الحياة ومسألة الحياة. والله هذا السؤال متروك للآباء. أبو حسين من بغداد، حبيبي أبو حسين تفضل. أهلا الله يسلمك، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، تفضل. أشارك بالبرنامج. تفضل، إحنا على الهواء. أهلا، على مود هذا الموضوع مال الطلاق. بلى. هو سبب، أول شيء سبب الأب. الأب والعائلة. والأم. الأب والأم والعائلة يعني أقصد. زين. ما هو من ينطي ابنته الشخص ما يتأكد منه شنو هو، شو يعمل، شو هو من يلتقي بيه شباب، شنو الشباب اللي يلتقي بيه. زين. العائلة شنو هو. زين. ويصير هذا هاي الحالة. زين أخوة ثانية، هذا الفيسبوك، هاي الموبايلات، هاي الانترنت، هذا الانترنت يعني هو سبب دمار العوائل. زين. زين أبو حسين، اليوم واجبات المجتمع، يعني المجتمع لما نقول له يا مجتمع عندك مثلا 1120 حالة في مركز مدينة، المجتمع اليوم شنو 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 وظيفته تجاه هذه الكارثة؟ الكارثة اللي تفلش البيوت، يعني كارثة تعمل على بين قوسين وبالمصطلح العامي هجمان بيوتنا، شلون نواجهها؟ شو تواجه؟ هي دا قلت لك يعني مجتمع، يعني انت افضل شيء هسه قلت لك دا هو شاب، هو هي هو متزوج، تو متزوج، عمره يعني متزوج ما صار له شهر زمان، دا يطلع للثنتين بالليل للثلاثه للصبح يلا يرجع للبيت بالقهوه قاعد قاضيها قهاوي وسكر وعرب ودوت، شغله تعبانه يعني. زين هي اذا حط لها المره بنت ما عندها شيء، اذا يجيها زوجها الساعه بالثلاثه الصبح شو تشوف منه؟ شو وقت تقعد وياه؟ شو وقت تسولف وياه؟ الوضع هذا. بلي. هي يعني هي أهم مشكلة. أكيد. الأب ما يتابع. أكيد. الأم ما تتابع. أكيد. الأخ ما يتابع. أهل البنت نفس الحالة. يعني هي مشكلة، مو تقول. طبعًا مشكلة. ايه. خطر يعني هذا. مشكلة. يعني مشكلة خطرة. زين هاي كارثة. هاي هسه هذا العدد هسه تحكي عنه تقول 1000 كسور، هاي بس مركز محافظة. مركز محافظة من عدد الأغطية والنواحي مالتها. بلي. يعني هاي كارثة ما ترغم لها كل ما لا طب ولا تجل كل شيء. طبعا يعني شكرا أبو حسين، يعني شون تنحل ما أعرف. شكرا أبو حسين حبيبي. أيون أنا 1120 في مركز مدينة وما خفية كان أعظم، يعني الإحصائيات اليوم اللي موجودة يعني بدوائر الدولة ومثبتة يندى لها الجبين، مو بس على رقمها على عددها، لا على المشاكل الداخلية اللي موجودة بها، على أسبابها. أكو بعضها أسباب تافهة، يعني أسباب حقيقة نخجل نسولفها ونقول إنه يعني ترى سبب لحالة طلاق مثلا الفلانية اللي حصلت هو هذا، وما أعرف يعني ما أعرف وين نريد نوصل، وين رايحين إحنا، وين رايحين إحنا كمجتمع اليوم؟ أكو واحد من عندنا سأل نفسه يقول هاي عوائلنا وين رايحة؟ يعني نعم احنا نعيش في بلد بضغوطات سياسيه، بضغوطات بسبب الحروب، بسبب مثلا الوضع المعاشي السيء اللي نعيشه، بسبب عدم وجود خدمات صحيحه، بسبب عدم وجود اداره حقيقيه للبلد بصوره عامه. لكن هل يكون الجواب انه لما تكون اداره غير صحيحه موجوده للبلد احنا تتحول ادارتنا لعوائلنا ايضا مشابهه لهذه الاداره؟
يعني احنا نتاثر بالفكر الاخر لو نحاول نصحح مساراتنا. هذه المشكله اليوم انا اطرحها مو فقط على العوائل، اطرحها على الكل، كل العراقيين، كل العرب. بل بالعكس، يعني انا اطلعت على بعض التقارير اللي موجوده عندنا في مجتمعاتنا الاسلاميه في دول الخليج، يعني سوالف حقيقه في بعض دول الخليج المجاوره ان ارقام مرعبه، ارقام خطره، ارقام مخيفه، وما نقدر نحكيها بصراحه، ما نقدر نحكيها لانه تفاصيل قلت اتفه من التافه، وانا يعني اعتذر عن هذا اللفظ، لكن ماكو لفظ حقيقه، ماكو لفظ يتلائم مع هذه الحاله الا هذا اللفظ، حتى شويه نهز المشاعر ونهز الغيره والحميه العربيه اللي موجوده، نهز المسلمين، نهز العراقيين، تعالوا لنا الى بيوتنا، شوفوا المشاكل اللي موجوده عندنا، شوفوا المصايب اللي قاعد نعيش بيها. يعني كافي احنا نبقى ملتهين، يبقى الزوج ملتهي والام ملتهيه والله انا ما الحق، يعني عندها 4-5 وملتهيه بيهم، و يعني دقها ومدقوقها في سبيل انه تكملها وترتبها وشالتها وشمرتها، وكانما هي فد يعني حيوان مفترس اجلكم الله حتى تخلص من عندها. لا سولفت لها، لا فهمتها، لا. وبالمقابل اللي تلقاها ايضا، يعني ايضا هي نفس العائله. هو المشكله انه مشكله ثقافه الشعوب او ثقافه العوائل اليوم هي ثقافه واحده، ثقافه مشتركه، بالتالي اللي موجود في بهذه العائله هو نفسه موجود بهذه العائله. لكن وين الحال، وين الروح، ما اعرف. المن الناشد ما اعرف، يعني انا من خلال حقيقه، من خلال كاميراتنا، من خلال هذا البرنامج، من خلال برنامج واسم البرنامج الحسين رساله، رسالتنا اليوم باسم الامام الحسين الى كل مجتمعاتنا، الى رجال الدين، الى خطباء المنابر، يعني قضيه داعش وتصدينا لداعش وانطينا دماء وحلينا هذه المشكله، لكن احنا امام مشكله اخرى، هي مشكله بناء العوائل، مشكله هدم العائله العراقيه من الداخل، وما حد قاعد يفتح هذا الملف لحد هذه اللحظه، ما حد ينتبه الى بعض التصرفات اللي موجوده عندنا في عوائلنا وتساهم بهدم المجتمعات، يكون خطرها اكثر من داعش. يعني احنا داعش معلومين، داعش معروفين، موجودين على السواتر عندنا، شبابنا تروح تقاتلهم، لكن هذه المصايب اللي موجوده في بيوتنا، هذه القنابل الموقوته اللي موجوده في داخل الغرف، غرف محكمه وغرف مقفله، ما حد يفتحها، ما حد عنده الجرأة يفتحها، ما حد عنده الجرأة يقول هذه المشكلة هنا موجودة، تعالوا خلي نجابها وخلي نناقشها. كل احنا نتهرب، ولما نريد، يعني وانا متأكد اليوم لو سوينا احصاء وسوينا مثلا اي استطلاع رأي بشوارعنا راح تشوف عبارات الحمية والغيرة والى ما لا نهاية من هذه العبارات الرنانة تفوح بحديثنا. نعم صحيح موجودة احنا هاي القيم وهاي الثوابت، لكن عندنا مشاكل، عندنا تفاصيل خطرة علينا انه نتابعها، عندنا انحراف اليوم بسلوكنا المجتمعي. يعني اليوم ان تتحول مسألة الطلاق الى ثقافة، اقل مشكلة تصير بين الزوج والزوجة رأسا يروحون للمحكمة، هذه مشكلة. هذه حتى الله سبحانه وتعالى يعني أبغض الحلال، أبغض حلال موجود عند الله سبحانه وتعالى هي مسألة الطلاق، لأنه المشروع اللي تم تأسيس الزواج عليه مشروع أسمى من أنه ينتهي بهذا الخلاف، أو ينتهي بشجار، أو ينتهي بتفاصيل يعني تفاصيل بسيطة جدا، وبالتالي يؤدي إلى هدم. وإحنا المشكلة، يعني أنا خلي أنبه الآباء والأمهات، خاف غافلين عن هذه القضية، احنا المجتمعات العراقيه مجتمعات خطره، مجتمعات خطره في بنائها وخطره في ثقافتها. يعني اكو مثل شعبي بين قوسين موجود عند اهلنا وموجود نداوله وموجود بثقافتنا الشعبيه، يقول عليك بمطلقات البين ولا تروح لمطلقات الزلم. يعني شنو؟ يعني المجتمع يتقبل المراه الارمله لكنه لا يتقبل المرأة المطلقة. ليش؟ لأنه في سايكولوجيتنا وفي إطارنا العام نقول وتنحكي هذه وأسولفها وأقولها، يقولون لو كان مثل بها خير ما طلقت. فتقبل اليوم الأم على بيتها هذا اللفظ، أو الأب يقبل على بيتها هذا اللفظ، أو ينتركون ذولا أبو 16 و17 سنة لمشاكلهم وهم يحلون مشاكلهم وعفوهم لحد يتدخل بيهم. تقبل غيرتنا العراقية هذه المسألة؟ تقبل غيرتنا الإسلامية هذه المسألة؟
ما اعرف ايش قد عندي بقى من الوقت. خلي اروح الى مساله اخرى، هي مساله زواج القاصرات. زواج القاصرات اليوم اللي يعتبر ايضا من الجرائم الانسانيه، اللي ما عنده يعني ما عنده سابقه انذار بهذا الزواج، ينطيها في سبيل ينعش حياته الاجتماعيه، لانه يفكر الافندي يريد يشتري له سياره او يفكر انه يشتري له بيت، وهي على مثلا على عندها فد وضع خاص من الجمال او عندها وضع خاص من الامكانيات الباقيه، وموجود الافندي الملياردير ويشتريها منه مقابل مبلغ مادي في سبيل يشتري له سياره او يشتري له بيت. معقوله هذه؟ يعني معقوله ان تتحول الذهنيه الى ان يعني شنو فرق اليوم هذه الحاله عن المتاجره بالاعضاء البشريه؟ هذه المساله، مساله زواج القاصرات مقابل مبالغ ماليه عاليه لاصحاب رؤوس الاموال، شنو فرقها عن واحد يتاجر مثلا؟ نسمع اليوم تجار الاعضاء البشريه مثلا في البلدان الغربيه، يعني واحد يتاجر باعضاء البشر، يخطف الناس ياخذ منه الكلى ويبيعها، او ياخذ اعضاء الباقي يبيعها. شنو فرق هذه المساله عن هذه المساله؟ ابدا ما بها كل فرق ابدا. هذا يتاجر بقتل الانسان، وهذا يتاجر مو بقتل الانسان، يتاجر بقتل المجتمع كامل. ليش؟ لانه هذه عمرها يعني قاصر، وما تفهم شنو الحياه، وما تفهم شنو الحياه الزوجيه، وبالتالي تخضع الى ارادات قاهره، وممكن انه تسبب نفور عندها، وبالتالي ممكن انه تستمر شهر شهرين ثلاثة اشهر الى ان تخلص هذه حلاوه الزواج، وتترك الى بيت اهلها وترجع مكسوره خاطر. وشوف المجتمع شلون راح يواجهها، شوف المجتمع شلون راح يجابهها. مساله اخرى، مساله الاسباب الاقتصاديه. الاسباب الاقتصاديه اليوم الاباء والامهات اللي والله بالمسلسل الفلاني مثل كان مشروع الزوجة الفلانية هو هذا، فأنا أريد البنتي هذه المسألة، وإذا ما قدر يوفرها فمو مشكلة، المحكمة موجودة ونروح للمحكمة ونطلق. أو اعتماد الزوج على أهله. يعني اليوم إحنا نعرف كثير من شبابنا يعانون من مسألة البطالة، والبطالة تكلمنا عنها بحلقة، يمكن خصصنا لها حلقتين وسولفنا أنه قلنا هاي البطالة ترى هذا خطر، ترى هاي البطالة مو تأثر فقط على نفسية الشباب وبالتالي تخليهم يهاجرون، لا، تأثر على مجتمعنا. شلون تأثر على مجتمعنا؟ هذه حالة من الحالات، حالة من حالات الطلاق اللي يصل الشاب إلى باب مسدود، وبالتالي ما عنده مصرف، منين يجيب؟ المرأة تحتاج، احتياجات المرأة كثيرة، وهو بذاتيته ما يقدر، يعني ما يقدر يقول مثلا لأهلها، يمنعها أنه تشكي لأهلها، فعليه من يعتمد على أهله. طيب أكو تفاصيل تحتاجها وأيضا ما يقدر يسولف بيه، وين راح ينتهون؟ راح ينتهون إلى طريق مسدود وهو قضية الطلاق. ومشاكل السكن. إخوان، إحنا بمجتمعاتنا العراقية يعني قبل أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة، أو يعني خلينا نقول جيل السبعينات يذكرون هذه المسألة، ما كان عندنا هذه مسألة ثقافة أنه تأخذ زوجتك وتطلع برا، بل بالعكس كانت مشروع الزوجة هي مشروع للعائلة. يعني هو لما يجيب زوجته ويتزوجها يفكر أنه عنده أب كبير، عنده أم كبيرة، عنده أخوان، هذه المرأة لما يجيبها تساعد أمه، تساعد يعني تساعد أهله بالبيت، بترتيب البيت، بغسل الملابس، بالكنس، بالعجن، بالطبخ، بتفاصيل البيت الباقي. يعني هذه كان أساسية من أساسيات المشروع. لكن اليوم لا، اول شرط تخليه الاميره هو انه انا ما اقعد ويا اهلك، او تاخذ لها اسبوع اسبوعين بسبب ضغط الام انه انت عليش انه تكونين تعيشين مثلا باستقلاليه. شلون ياب هذه الاستقلاليه تخلي لك بيت، وتشوفه يوقع بمشكله ومأزق كبير جدا، هو باكي جاير من دبر، وتبدي المشاكل وتتضاعف المشاكل إلى أن تنتهي المسألة بالطلاق. ومن الخاسر؟ ترى بالمناسبة يعني وأقولها، يعني خلي بناتنا ينتبهن إلى هذه المسألة، ترى الخاسر الأكبر بهذه المشكلة هو الطرف الآخر. ليش؟ لأنه البنت هي الخاسر الأكبر بمشروع الطلاق، لأنه الرجل بالمجتمعات العربية، بالمجتمع العراقي، مهما كان خطأ الرجل فمو مثل خطأ المرأة، مهما كان نهاياته
غير صحيحة، لكن مو مثل نهايات المرأة. المجتمع العراقي يتقبل الرجل الذي يطلق زوجه، ويتقبل الرجل اللي يطلق أكثر من زوجه، لكن ما يتقبل المرأة اللي تطلق مرة أو مرتين. أتمنى الآباء والأمهات يخلون هذه المسألة في ذهنياتهم وفي حساباتهم قبل أن يشبون النار، ويتحول مشروع الزواج إلى نار تلتهم هذا المجتمع وتفترس كل تفاصيل. هذا ما يسمح بوقت البرنامج، تمنينا الوقت معانا أطول، يعني عندنا بعض من الجزئيات مهمة بهذه المشكلة، لكن إن شاء الله بالأيام القادمة إذا قدرنا تخصص ولو حلقة، أو ربما نأخذ موضوع إلى تماس مباشر وإلى علاقة بمسألة الطلاق، نتوقف عند هذا البرنامج. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة وموضوع آخر يوم الأحد القادم في تمام الساعة 8 مساء. إلى ذلك الحين، والحسين رسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.